ليش الحمصي بعد بنته على من سيربح المليون؟ اف اف عما حلوه هاي منين ليه؟ ليعرف مين صديقه. صار في عجقه بالعصفوريه كثير، صاروا المشاريع ناموا اثنين اثنين على التخت وصار مشكله يعني. قام الدكتور قال بدنا نعمل مسابقه صغيره اللي بيربح بيطلع لبرا انه فضي شوي. قال يا جماعه بدكم ترسموا اقرب شيء للسكربينه. اوكي وزعوا لهم ورا هذا اللي ما بتكفيه ورا هذا بتكفيه ورا هذا بيرسم بنايه سياره، المهم واحد منهم قرب عمل شيء انه ها بيشبه سكربينه. قام الدكتور قال له هوب هوب ستوب، شو اسم الله شو هالذكاء شو عم تعمل هون؟ قال له والله يعني لا عادي حكيم شو بدنا نعمل عادي يعني. قال له انت لازم من زمان كنت تطلع يا زلمه. قال له خلص حكيم ما في مشكله. قال له يلا تفضل اطلع. قال له لا بدي كمل البروجيكت تبعي يا اخي اطلع. قال له لا. قال له طيب كمله. قال له حكيم بس سؤال. قال له تفضل. قال له مشان الكعب بدك اياه من قدام ولا من ورا؟ ابيكا الحمصي فتح كافيه بالصين شو سماها؟ مين؟ حمصي. ايه فتح كافيه بالصين شو سماها؟ شو؟ فنجان شاي. الوحده ختياره سمعت انه عزرائيل عم بياخذ كل شيء اعمار كبيره. قامت راحت جابت علبه السيريلاك وبلشت اكل، بلشت اكل. قام اجى عزرائيل لعندها، هلا شو عم تعملي؟ قالت ما فتي عم باكل تليلاك. الله يلا خلصي عشان نروح باي. محشش اجا ولد بلا العفو بيضات. ولو اذنك معك حبيبي بس. اخذ على الدكتور دغري، اخذ على الدكتور دغري. قام طلع الدكتور هيك قال شو هالحاله الخطيره؟ قال له طلع فيك. قال له يعني الدكتور قال له انه ليكون وراثه ما وراثه. قال له مستحيل. قال له تذكر دكتور لا تواخذنا امه هيك.